أشري وشوي هو شعار تسويقي تحمله العديد من القصابات المنتشرة بكثرة بالباهية وهران، حيث تقدم للمواطن العديد من الخدمات كبيع اللحوم بكل أنواعها وتقطيعها وتتبيلها، والأهم خدمة الشواء بطرق مختلفة من شوي على الجمر أو شوي بواسطة الأفران. شري وشوي نحن دايرين اللحم، الناس يجوا عندنا يشري اللحم اللي يبغي يدي واللي يبغي شوي ثاني، دايرين المجمر، دايرين الشواء، دايرين المفور، والناس انا الحمد لله تلقى راحتهم، يجي يشري عند البوشي ومن طوق عند البوشي اللي يشوي له يعرف شنو راه ياكل. نحن دوناتير بوشري نبيعوا بصيغه، تبدي لحم خضر تبغي دي طايب، درنا هذا السيستم على الناس اللي يروحوا يغبن روحها في الغابه ويعير روحها كل شيء، يحرق اللحم ويعير روحها، حنا نوجدوا اللحم يدي حواجد قاضي ماضي، نبدو له من اللحم حتى لطبلته لحم واجد سلعه ما شاء الله ومرحبا بكم. الوهرانيون وزائر الباهية من محبي الشواء يفضلون التوجه لهذه المحلات الحاملة لشعار أشري وشوي لتناول ما لذ من شواء بكل أنواعه، وهذا ضمانا لجودة اللحوم التي تشوى على مرء أعينهم ونظرا للسعر التنافسي مقارنة بالمطاعم الأخرى. بنجوا عند خونا هنا يا راه شري وشوي، حنا ولفنا هاد العاده راك على بالنا شنو ناكلو هنا المباشر، راك فاهمني، انا خويا بوشري هنا تشري عنده ويشوي لك برا سيغرات ويزمو يشوي لك وكاع يحط لك في طابله وكاع خيمة تاكل هاد الماكله تاع برا سبيسيال وكاع ماناش عارفين اش فيها. انا نشرو من هذا البوشري تعرف اللحم كي داير، شري منه وتشوي من هي تمتم، راك فاهمني خويا، تاكل حاجه نقيه اون فامي هنايا الله يبارك، جيب والديه هنايا. يبقى التاجر الجزائري مبدعا في تسويق سلعه بشعارات شعبويه تستقطب الزبائن.